يقول: هل الحديث الذي يقول أن هناك يوم في السنة ينزل مرض لا يجد طعاما بدون غطاء إلا دخل فيه؟ هذا ورد في حديث، نعم، ولذلك يشرع تغطية الأواني، وحتى لو لم يجد غطاء يعرض عليه عود على الإناء، كما أرشد إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، أمر بإيكاء الأسقية وتغطية الأواني وإغلاق الأبواب وإطفاء النار عند النوم. نعم.